جاهز للحظة خوف؟ جاهز. ايه اكبر لحظة خوف عشتها في حياتك وما بتنساهاش؟ لحظة الخوف اللي ما بنساهاش في حياتي هو اول يوم تصوير في اي عمل. مع اول يوم تصوير يعني؟ اول يوم ولا تصوير لما كبرت؟ طول الوقت اول يوم تصوير في اي عمل ده بيبقى كاركتر جديد. بيبقى فيه خوف كبير انك انت توصلي للكاركتر زي ما هو في دماغك او لا. بتخاف من الدنيا ولا بتقدر عليها؟ ما بخافش من الدنيا لاني انا كان عندي تجارب في حياتي خلتني اعرف ان ربنا بيسهل كل حاجه. بتخاف تزور المقابر؟ شوية يعني بيجي لي رهبة. بتخاف من الفشل؟ طبعا. بتخاف العمر يتسرق منك؟ للأسف خليني أقولك إن الفترة اللي إحنا عايشينها العمر بيتسرق مننا كلنا، لان زي ما تقولي ما بقاش في بركه في الايام. فاتمنى اني انا اقدر على الايام في اني اعمل الحاجات اللي ربنا راضي عني فيها. بتشوف ان الدنيا جت عليك ولا اديتك حقك؟ لغايه دلوقتي الحمد لله بحب الناس ورضا امي عليا وولادي اللي مالين عليا حياتي، لا انا واخد حقي ويمكن زياده كمان الحمد لله. ايه العقده اللي عندك ونفسك تتخلص منها؟ تقدر تقول لنا عليها؟ العصبية شوية. الراجل يقدر يحب اتنين؟ يقدر. يقدر؟ ايه؟ وانت حبيت اتنين قبل كده؟ يعني جمعت ما بين اتنين في قلبك؟ ممكن قبل الجواز علشان ما نجيبلكش مشاكل. لا لا لا، يعني انا شايف ان الراجل عنده استطاعة ان هو يحب اكتر من اتنين، يعني يقدر. هو ده بصي ما حصليش، بس هو ينفع. ولا حتى قبل الجواز؟ ولا حتى قبل الجواز. طب حبيت كم مره قبل جوازك؟ مش كتير يعني. مش كتير؟ مش كتير. ازاي يعني؟ متهيألي في بنات كتير قوي كنت انت فارس احلامهم، بس ما كانش في معجبات واغراءات. المهم ان هي تكون فارسة احلامي يعني. ممكن فتاة احلامك بقى. فتاة احلامي يعني. طيب الأسئلة خلصت، هنطلب منك شوية طلبات وهنشوف هتقدر تعملها ولا لأ. أوكي. تقدر تكلم الفنان حمادة هلال وتقوله إن أنت واقف في المطار وعندك مشكلة كبيرة ومحتاج يجيلك دلوقتي حالا، وبعد كده نقول له إن إحنا كنا بنهزر؟ ها؟ أكلم حمادة دلوقتي يعني؟ طبعًا. مش هشوف أكتب رقم. لا ما شيل بقى، شيل، هنشيل لو أنت موافق. طب ماشي. اكلم فكها خالص ممكن. هتقول له ايه المشكله اللي عندك؟ انت عايزاني اقول له ايه؟ هتقول ان انت في المطار مسافر وعندك مشكله كبيره ومحتاج ان هو يجي لك يعني. طيب ممكن تكلم مين تاني من صحابك؟ اعمل في موقف يعني؟ فنانين يعني لازم يفهموا يعني. استني نجرب لطفي. يلا محمد لطفي. انت اصلا بتعمل مقالب في اصحابك ولا هتبقى اول مره؟ لا هو الحقيقه انا وحماده بنعرف نعمل الحكايه دي كويس قوي في بعض. يا ريت. وكان رد. ممكن نجربه تاني. محمد حاف كده؟ ما ده بقى حماده. حماده. بقول لك يا لطفي، دلوقتي انا عندي مشكله كبيره. ايه؟ عندي مشكله، تعرف حد في المطار؟ مشكله؟ خير. تعرف حد في المطار؟ ايه؟ تعرف حد في المطار؟ في المطار؟ لا. ليه؟ لا اصل انا عايز اسافر هولندا ومعيش فيزا. هولندا؟ انا هقربك في الصندوق.
اسمعني بس يا محمد مش بهزر. انا دلوقتي بعد شويه ممكن اكلمك. بعد شويه بتاكل يا محمد؟ طب خلاص خلاص انا مش هسافر غير لما تكلمنا يا محمد. طب يلا ماشي. انت بتقول له ان احنا بنهزر سي في هيعرف لما يتفرج. هو قال لك بقى ايه ده بيهزر وانا باكل. تعالى نكلم حماد. يلا نكلم حماد. الو يا حماد ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا استاذ؟ بقول لك يا حماد. ايه يا حبيبي؟ تعرف حد في المطار؟ انا والله في السعوديه ما اعرفش في ايه. في حاجه ولا في مشكله كبيره؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بتكلم بجد. مش عايزين يسفروني. ليه؟ مش عايزين يسفروني. ليه يا مستني؟ ليه يا محمد؟ انا عايز اسافر هولندا وهم مش عايزين يسفروني. بيقولوا لي ما معكش فيزا. هو انا لازم يعني عشان اسافر هولندا يبقى معايا فيزا؟ بقول لك ايه، اسمع اسمع بس قبل ما تقول اي حاجه. احنا في برنامج على الهوا. هشتمك ازاي؟ هشتمك ازاي؟ اوعى تدعي عليا يا حماده.